ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم من تاني. يا رب تكونوا سمعتوا الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه انا ومراتي عن التجربة بتاعتي ازاي تتجوز من ثقافة مختلفة، ازاي التلاحم او الموضوع اللي هو الارتباط ما بين الثقافة الشرقية والثقافة العربية والثقافة الروسية، mainly because ان في بلدها كان اغلب او مش اغلب الثقافة السائدة في بلدها هي الثقافة الروسية، سواء لغة سواء لايف ستايل، حتى 40% من الشعب بتاعهم روس اساسا من روسيا. هنتكلم ان شاء الله في الفيديو دوت بالذات، وان انا عملته بالعربي، وان انا عملته عشان عارف ان كتير جدا جدا من الشباب العربي والشباب المصري مهتم جدا ان هو يسافر بره، وموضوع ان هو ازاي يتجوز من اجنبيه بره. هنتكلم بالظبط دلوقتي عن ازاي يسافروا، لان انا عندي اكسبيرينس كويسه الحمد لله ازاي يسافروا لليابان. الموضوع بدأ ازاي انت تسافر اليابان، او ازاي يبدأ انت تسافر اليابان. ممكن تسافر اليابان عن طريق منحة، فالمنحة هتدفع لك كل مصاريفك، مصاريف دراستك، مصاريف معيشتك، كل حاجة. او تسافر عن طريق ان انت هتدفع لنفسك اول ترم في الدراسة، سواء في الماجستير او الدكتوراه او حتى في البكالوريوس، تمام؟ ده بالنسبة للدراسة في الجامعة. السكة التانية لليابان ان انت تسافر عن طريق تدرس تتعلم لغة ياباني، تمام؟ ودي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. الحاجه الثالثه باذن الله ان انت تسافر اليابان عن طريق شغل، تمام؟ ودي برضه هنتكلم عنها ازاي. هنبدا الاول بموضوع الدراسه باذن الله، موضوع المنح، تمام؟ في منحه اسمها منحه جايكا، وديت ان انا رحت عن طريقها، وكانت احد المنح الكويسه والحلوه جدا جدا، وان انا حبيتها لسبب مهم جدا، ان الدفعه اللي انا رحت تبعها كنا 2006 اخر 2016، تمام؟ كنا في سبتمبر 2016، رحنا كتير جدا، كنا بتاع تقريبا حوالي 28 واحد مصري راح منحة جايكا في الفترة ديت، وكنا جروب زي الفل، فعلا كان من أحسن الناس أنا اتعرفت عليهم كانت الجروب بتاعي الحمد لله. قدمت في المنحة، تمام؟ الإجراءات أخدت في حدود تقريبا سنة أو حوالي سنة، وده اللي أنا أعتقده إن حتى منحة الحكومة اليابانية ومنحة جايكا، تمام؟ إجراءاتها في حدود سنة. انا لما خدت المنحه الحمد لله عملت فيديو على اليوتيوب، في ناس كتيره جدا شافته الوقت دوت، وناس كتيره قدمت برضه في منحه جايكا الحمد لله. ربنا كرم اتنين من الناس اعرفهم شخصيا، تمام؟ لان هم كانوا مع تواصل معايا. واحد كان من اسكندريه وجان الحمد لله نفس الجامعه اللي انا فيها بنفس منحه جايكا، وواحد تاني كان سوري عايش في الاردن، والحمد لله ربنا كرمه. وبعد ما اتبع برضه خطوات واتكلمنا مع بعض على التليفون، وعدلنا مع الابلكيشن بتاعه والريسيرش بلان بتاعته، وقبل الانترفيو اتكلمت معاه وقعدنا نتدرب على الانترفيو بتاعه، الحمد لله ربنا كرمه وجا برضه اليابان في منحه جايكا ولله الحمد. المنحه بتنزل في شهر 9 او 10، التقديم فيها في مكتبها في القاهره. الابلكيشن والورق المطلوب بتاع منحه جايكا نسبه 90% هو بتاع منحه الحكومه اليابانيه، فانت لو هتعمل ابلكيشن واحد بينهم فانت يعتبر عملت الاثنين مع بعض، فهتقدم الاثنين مع بعض. منحه الحكومه اليابانيه بتنزل في شهر مايو او يونيو، تمام؟ بيبقى على موقع السفارة اليابانية، لازم تتابع معاهم أو حتى تكلمهم بالتليفون وتسألهم. منحة الحكومة اليابانية. منحة جايكا بتنزل في شهر 10 أو 11، تمام؟ بس الأفضل تتنك متابع على موقعهم وتتصل بيهم في المكتب من شهر 9، عشان أول ما ينزل الأبلكيشن تبقى أنت مستعد. الورق زي ما قلت لك الورق بتاع الاتنين واحد، هتخلص ورقة واحدة يبقى أنت كده خلصت الورقة التانية، فهتروح تقدم على طول بإذن الله. في برضو منحة الحكومة الكورية، في منحة الحكومة الصينية، مع ان انا ما بحبش الصين، معرفش ليه، انا الصين دي انا قافل منها، تمام؟ حتى انا ما قدمتش في اي حاجة تبع الصين، انا قدمت في منحة الحكومة الكورية، اتقابلت الحمد لله في الجامعة رقم واحد في كوريا هناك، وهي جامعة سيول ناشونال يونيفرستي. وكنت مقدم منحة الحكومة اليابانية، بس انا قررت ان انا اسحب الابلكيشن بتاعي عشان خلاص كان لازم امشي، فلو كنت هضطر اكمل في منحة الحكومة اليابانية فكنت هضطر اكنسل بقى بتاعت كوريا وبتاعت جايكا، فقلت خلاص مش مهم. قدمت حاجات تانية في أوروبا، في حاجات كنت عديت فيها المراحل الأولانية وجالي فيها كذا انترفيو، بس خلاص أنا معرفش ليه أنا كنت أورينتد الصراحة، كنت أنا كان نفسي أروح أجرب سكة آسيا، لأن ما كانش ناس كتيرة جدا بتروحها، كان كل يقول لك أنا رايح أوروبا رايح أوروبا، قلت خلاص أنا هروح آسيا أجرب إيه الموضوع في آسيا ونشوف موضوع اليابان، وبالذات إن اليابان بيقولوا إن هي دولة متقدمة جدا، فقلت طب خلاص أروح أشوفها. الحمد لله أخدت الفيزا بتاعت كوريا وأخدت الفيزا بتاعت اليابان، بس كنت متردد الصراحة، لأن أنا كنت حابب إن أنا أروح كوريا عشان الجامعة كان الرانك بتاعها عالية وكانت جامعة مشهورة جدا. الله أعلم إيه اللي حصل، بس فعليا أنا قبل ميعاد السفر بتاع كوريا بخمس ست أيام قررت إن أنا خلاص بعد ما خدت الفيزا والتذاكر وكل حاجة قلت خلاص أنا مش عايز أروح كوريا، هي خلاص اليابان، تمام؟
والله اعلم سبحان الله، يعني يمكن يكون رزق الواحد كان بقى موجود في اليابان وان هو هيقابل مراته هناك، فخلاص قمت انا اللي بتاعت منحة الحكومة الكورية بعت لهم ايميل واتصلت بيهم، معلش في ظروف وبتاع انا مش هينفع اكمل ومش هعرف اجي، فما تعملوش حسابي تمام. ورحت اليابان وكانت جامعة برضو كويسة جدا، من او من اكبر الجامعات في اليابان، وهي تقريبا الجامعة او اكبر جامعة كمساحة في اليابان، ومن اكبر الجامعات اللي هي فيها طلبة دوليين في اليابان. المدينة كانت حلوة وكويسة، تسوكوبا مدينة صغيرة جنب العاصمة طوكيو. ده بالنسبة لمنحة طوكيو. يبقى احنا لو انت عايز تروح اليابان تمام قدامك طريق المنح تمام. انا بقى لما رحت اليابان لقيت ان الموضوع بتاع المنح دوت ده بحر واسع جدا، لان وانت بره اليابان انت متخيل لا يا اما جاكا يا اما منحة الحكومة اليابانية يا اما انا مش رايح اليابان، مع ان ده غلط تماما 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 تمام. اللي حصل ايه؟ لما انا رحت اليابان لقيت كمية منح بتنزل تمام، سواء منح خاصة أو منح تبع الجامعات هناك، كمية كبيرة جدا جدا. إن شاء الله هحط في الفيديو في لينك تحت ملف، الملف ده مهم جدا جدا وريت تفتكروه. الملف ده فيه كتير جدا من المنح الخاصة في بعض الشركات والقطاعات العامة والقطاعات الخاصة في اليابان، وحتى بعض رجال الأعمال بيعمل إيه؟ بينزل منح خاصة للطلبة الدوليين، بيعمل بادجت من الشركة بتاعته او من المؤسسة بتاعته ان هو هيعمل مثلا كل سنة بياخد 10 15 واحد دوليين او مثلا من افريقيا او من اسيا او من اوروبا، ان هو بيدفع لهم مرتباتهم، بيدفع لهم مصاريف الدراسة او مصاريف المعيشة، او بيدفع لهم جزء من مصاريف الدراسة او مصاريف المعيشة. انا ما كنتش اعرف كل ده قبل ما اروح اليابان، انا بس كان جايكا او الحكومة اليابانية او مفيش حاجة تانية خلاص تمام. فان شاء الله هشير الفيديو ده، هشير الملف ده معاكم ان شاء الله، هينفعكم جدا جدا، يا ريت تبصوا عليه. هتلاقوا كميه منح اللي انا فاكر منها كانت تقريبا منحه هونجو، ودي منحه كويسه جدا وفلوسها كويسه جدا 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 جدا. كان في منحه ميتسوبيشي تمام، انا صراحه مش فاكر جدا بس لان اسمهم غريب. كان في منحه برضو اتسوكا، ودي كانت برضو فلوسها كويسه جدا جدا جدا، اتسوكا فاونديشن. وكان في بعض المنح التانيه الخاصه كتيره جدا هتلاقوها في الملف ان شاء الله، ما تنسوش تبص عليه. طيب افرض زنقت معاك بقى وانت مش لاقي منحة وخلاص نفسك تروح تسافر عشان تدرس في اليابان ماجستير او دكتوراه. انا كنت مفكر ان الموضوع برضه صعب، طلع الموضوع سهل جدا جدا. مصاريف الدراسة هناك تقريبا في اول سمستر او اول ترم في حدود تقريبا 70 80 الف جنيه مصري بما يعادل حاجة زي كده اهو تمام. اللي انا شايفه بوجهة نظري، لو قفلت معاك وانت الى حد ما مرتاح ماديا او معاك مبلغ بسيط تبدأ بيه، راسل الجامعة قول لها انا معايا فلوس عايز اجي ادرس عندكم ماجستير مثلا ولا حاجه تمام، شوف هم عايزين ايه والاوراق المطلوبه، الاوراق المطلوبه منك وقدم تمام. والله اتقبلت تمام، هتتكلف بس مصاريف السفر بتاعتك وممكن مصاريف اول ترم. اللي هيتم ان انت اول ما تروح هناك ان شاء الله هيبقى معاك اللي هي الاستودنت فيزا، فيزا طالب، ممكن تشتغل بارت تايم في اليابان تجيب ممكن في حدود 2000 3000 دولار في الشهر، اللي هي هيغطي لك مصاريف معيشتك ومصاريف دراستك ومصاريف سفرك وفسحك وخروجك، ولو انت كمان عايز تحوش او تعمل اي حاجه بزنس صغير او تبعت حتى لمصر تمام. هي بس الزقه الاولانيه ان انت بس تروح هناك تمام، حتى لو انت رحت هناك على حسابك في اول ترم ممكن كمان تقدم على منح تبع الجامعه ذات نفسها، بحيث ان انت ان شاء الله يعفيك من مصاريف الدراسه تماما. هتقول لهم انا جاي وبدرس بس انا معيش مصاريف دراسه ومصاريف وانا معيش فند ومعيش دخل، فان شاء الله هيدوك اعفاء من مصاريف الدراسه ومصاريف اللي هي الادميشن والحاجات ديت اوقات. ولو انت ربنا كرمك ورحت هناك على ماجستير، وركز في المعلومه دي جدا جدا، زي مثلا انت في السكول بتاعه الطب او في السكول بتاعه الهندسه او السكول بتاعه اللغه اليابانيه او السكول بتاعه مثلا الاخراج او اي 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 فيلد انت شغال فيه تمام، رحت هناك وعملت ماستر فيه، لو كملت دكتوراه بعد الماستر في نفس المكان في نفس السكول انت معفى من مصاريف الدراسه ومصاريف الدخول بتاعت الجامعه، فانت صفر ين ياباني للدكتوراه. يبقى انت بس هتتعب بس في اول سنه او اول سنتين بتوع الماجستير، خلصتهم انت معفى تماما من اي مصاريف اثناء الدكتوراه، انت بس هتقعد هناك لو هتعمل بارت تايم تجيب مصاريف معيشتك او هتقدم على مئات من المنح هناك، وان شاء الله ان شاء الله هيتقبل في واحده او اثنين منهم باذن الله تمام. طيب دي سكه اليابان اللي انت تروح تدرس كماجستير او دكتوراه او حتى بكالوريوس كلهم زي بعض. طيب افرض انت بقى مش غاوي اصلا سكه الدراسه تمام وعايز تروح اليابان تستقر هناك وتعيش هناك، تعمل ايه؟
تروح تتعلم لغة ياباني، وده الاوبشن التاني. اول اوبشن المنح بماجستير وبقى ودكتوراته وبكالوريوسه، خلصنا منه. تاني حاجة يتعلم لغة ياباني ان شاء الله. تمام، انت عايز تستقر في اليابان فانت محتاج تتعلم لغة ياباني. هتعمل ايه؟ هتشوف اي مدرسة بتعلم لغة ياباني عندك في المنطقة اللي انت فيها في مصر، او لو انت في تونس، او لو انت في المغرب، في الجزائر، في اي حتة. تمام، هتتعلم لغة ياباني اول مستوى، اول مستوى بس. تمام، ده ممكن ياخد منك بتاع شهرين ثلاثة. تمام، ويكون معاك حساب بنكي في مبلغ محترم. انا معرفش المحترم دوت هيبقى قد ايه، بس غالبا فيما يعادل بتاع 100,000 200,000 جنيه مصري، حاجه زي كده. هو انت محتاج تتاكد من الارقام ديت من الويب سايت بتاع كل مدرسه انت هتقدم عندها. تمام، يكون معاك حساب بنكي ومخلص ليفل في المستوى الياباني ومعاك حساب بنكي. صدقني يعني مش هتحتاج الفلوس، بس هم عايزين يطمنوا ان انت معاك فلوس تقضيك وانت قاعد بتدرس ياباني هناك. تمام، المميزات ايه بتاعت السكه ديت؟ المميزات كورس اللغه الياباني 3 ساعات بس في اليوم لمده 5 ايام في الاسبوع من 9 ل 12. تمام، بعد الساعه 12 انت حر تماما تروح تشتغل بارت تايم. انا اعرف ناس من سريلانكا وناس من اوزبكستان كانوا كلهم جايين على موضوع كورس اللغه الياباني ده، كان بيعمله في الشهر مش اقل من 3 4000 دولار. تمام، يعني كان بيغطي مصاريفه ومصاريف دراسه اللغه الياباني بتاعته ومصاريف معيشته، وكانوا يعني عايشين الحمد لله مرتاحين، وكان معاه فلوس كمان. كانت تعرف بعضهم كان شغال في تجاره العربيات. تمام، هو رايح يستقر في اليابان بس عايز يتعلم اللغه، وفي نفس الوقت عايز ياخد الفيزا. فكله راح عن طريق اللي هو بيقدم في مدرسه ياباني، بيتعلم ياباني وبيستقر هناك. يبقى ده الاوبشن التاني. العيب الوحيد ان انت محتاج حساب بنكي في مبلغ، استلفه بقى من صحابك، استلفه من اهلك، استلفه من معارفك، قول لهم يا جماعه بس لحد ما اخد الفيزا والله هرجع لهم كل ده تاني. تمام، تاخد الفيزا ان شاء الله وتروح هناك تشتغل بارت تايم، ومن البارت تايم تدفع بقى المصاريف اللي هو الكورس بتاعك والمدرسه الياباني. اتعلمت ياباني في خلال السنتين. تمام، ايه اللي هتعمله بعدها؟ يا اما هتقدم بقى في شركه، لان انت معاك لغه يابانيه فانت هتبقى انت عندك اللي هي الميزه ان انت تقدم في شركه، او هتقدم في مصنع. تمام، او لو انت غاوي تكمل دراسه بقى وتبقى استاذ في الجامعه ولا حاجه، ممكن تقدم بعديها في ماجستير او دكتوراه حاجه زي كده. اهو طيب، ده الاوبشن التاني. ايه الاوبشن التالت؟ الاوبشن التالت اللي انت تشتغل في شركات. تمام، الاوبشن دوت سهل جدا 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 لاي حد مخلص ماجستيره في اليابان. انت مخلص ماجستيرك في اليابان، سواء بتعرف ياباني كويس سواء بتعرف ياباني نص نص. تمام، اللي هتعمله ان انت وانت في اخر سنه في الماجستير بتاعك هتقدم على الوظائف اللي بتنزل في الشركات. كميه الناس اللي اعرفهم، حتى انا قلت لكم احنا كنا 28 طالعين من مصر طبعا منحة جايكا السنة ديت، أكتر من نصنا فعلا كمل في اليابان بعد الماجستير في الشركات. اللي اشتغل في شركات اتصالات، واللي اشتغل في شركات هندسة، واللي اشتغل في شركات أنا والله من كترهم فعلا نسيت. تمام، بس كان أغلبهم هندسة، وكان في برضه تجارة. تمام، بس أنت حتى مش محتاج، أنت لو مخلص الماجستير بتاعك وأنت في طب في طب مثلا، ولا الطب الحيوي ولا الحاجات ديت، وعايز تشتغل في الشركة بتاع اي تي او تشتغل في شركه سكرتاريه، ما عملهمش اي دعوه. تمام، طول ما انت خريج من اليابان، من اي جامعه من اليابان، وعايز تشتغل في اي شركه في اليابان حتى لو تويوتا بتاعت العربيات، قدم وهيتقبل باذن الله. تمام، هم هياخدوك يعلموك كل حاجه من الشركه من الالف للياء. ما تقلقش من الموضوع دوت. طيب، اللي انت تقدم بقى من مصر او مثلا من تونس، من الجزائر، من السودان، من اي حته على وجه الارض، تروح تشتغل في شركة على طول ديت، الا ان تكون شركة مالتي ناشونال. تمام، او شركة انترناشونال. تمام، هتبقى صعبة بالنسبة لك. فهنرجع للدوامة، او نرجع للاوبشن الاول والتاني، يا اما تروح ماجستير او دكتوراه، يا اما تروح مدرسة ياباني وبعد كده منها تقدم على شركة ان شاء الله تستقر هناك. وانس او بمجرد ان انت هيتقبل في الشركة، فانت كده ان شاء الله معاك عقد. تمام، عمل هتكمل بيه. تمام، وهتستقر هناك. بعد كام سنه ممكن تقدم على الاقامه الدايمه، ان شاء الله تجيلك بسهوله الاقامه الدايمه. يبقى انت كده اهوت معاك اقامه دايمه في اليابان، بس مش الجنسيه. وعشان كده انا قلت لكم العيب بتاع اليابان ايه؟ الجنسيه صعب جدا جدا في اليابان، وما بيسمحوش بازدواج الجنسيه. هتاخد الجنسيه اليابانيه، هتكنسل الجنسيه بتاعت لو انت مصري، لو انت من اي دوله ثانيه هتكنسلها. تمام؟ طيب، اتكلم عن المنح، تعلم اللغه اليابانيه، الشغل في شركات. يبقى موضوع الشغل في المصنع دوت، الشغل في المصنع دوت
شفته في حلقة واحدة بس، تمام. كان أخ من تونس قابلته، كان بقاله سنة ونص في اليابان، وكان جاي على إن هو شغال في مصنع. عمل إيه بقى؟ ودي كانت فكرة صراحة كويسة جدا. الأخ دوت أخد فيزا سياحة لمدة 3 شهور اليابان، راح اليابان لمدة 3 شهور. هو ما كانش ناوي يتفسح ولا ناوي يعمل أي حاجة، هو كان ناوي يجرب، تمام. وأنا بحب الناس اللي بتحب تاخد الريسك أو بتحب تجرب، لأن أنت في الأول وفي الآخر أنت لازم تسعى، سواء المحاولة ديت بقى جت بال يعني جت بالإيجاب أو جت بالسلب، بس لازم تسعى إن شاء الله. أخد الفيزا سياحة، راح اليابان، ما اتفسحش إطلاقا، قعد يلف على المصانع هناك، مصنع مصنع، تمام. لأن هو ما كانش معاه شهادات عليا، تمام. فهو حتى بالنسبة له كان موضوع الدراسة، ما كانش هو مش عايز يكمل دراسة ولا ياباني ولا أي حاجة، ولا بيعرف يتكلم ياباني ولا أي حاجة. بالفيزا السياحة راح هناك، لف على المصانع مصنع مصنع، تمام. كان بيسألهم أنا عايز أشتغل عندكم، محتاجين عمالة ولا لأ، تمام. كان بيسأل في مصانع اللي هي الصيانة والتصنيع والطلاء ومصانع اللحام والحاجات دي، لحد ما اتقابل في مصنع بتاع حديد وصلب هناك، تمام، كعامل هناك. غيروا له الفيزا بتاعته من سياحة، خليها له فيزا عامل هناك، وقعد هناك في اليابان. كان قاعد شغال بقاله سنة ونص سنتين، حتى لما أنا قابلته كان قال لي إن هو غالبا كده كفاية عليه، هيرجع تونس فترة ياخد راحة، لو حب يرجع اليابان تاني فهم ممكن يجددوا له العقد، ما حبش وعايز يكمل بقى في تونس بفلوس اللي هو كان الحمد لله يعني حوشها، فخلاص هيكمل في تونس يعني، تمام. هي ديت بس الكتاب المختصر، انا بس اديتكم النقط الاساسيه بتاعت الـ4 سكك بتوع اليابان، يما المنح، تمام، ومش منحه جايكا والحكومه اليابانيه بس. الموضوع كبير جدا 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 وواسع، كميه منح رهيبه جدا ممكن تقدم عليها وانت بره اليابان وانت جوه اليابان. موضوع المنح، تتعلم لغه يابانيه وتقدم في مدرسه تعلم لغه ياباني في اليابان، وتروح هناك انت تدرس لغه ياباني لمده سنتين وتشتغل بارت تايم، تمام، وتتعلم لغه ياباني وتكمل حياتك هناك، يا اما بعد كده بتقدم في شركات او تقدم في مصانع او تقدم في جامعات. الموضوع التاني، موضوع انت تكمل في شركه او تقدم على شركه او وظيفه في شركه. الموضوع الرابع، اللي انت تروح فيزا سياحه، تشوف البلد، تلف على المصانع، تسالهم محتاجين عمال ولا لا، ولو محتاجين عمال باذن الله تخلصوا لك العقد بتاعك، تمام. لو في اي حد محتاج اي معلومات، اي نصايح، اي تعليقات، اي كومنتات، الحمد لله ما عنديش اي مشكله جدا، انا زي اخوكم، تمام. الوضع بس ان انا ممكن اكون سبقتكم بسنه ولا اتنين مثلا، او عندي شويه اكسبيرينس بره، من السفر، من الجواز، من الشغل، من الدراسه، تمام. ممكن تكلموني ان شاء الله، ما فيش اي مشكله، تبعتوا لي على الماسنجر، ما عنديش اي مشكله، او حتى اسهل حاجه تكتبوا الكومنتات في الفيديو تحت، ان شاء الله هنحاول نرد عليها باذن الله. لو محتاجين اي فيديوهات تانية نشرح بالتفصيل، لو محتاجين اي فيديوهات تانية نشرح بالتفصيل كمان ازاي تقدم على منحة 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 والمنحة الخاصة، وازاي تبعت للدكاترة، وازاي تراسل للجامعات، ان شاء الله نحاول نشرح دوت لو انتم محتاجينه باذن الله. قولوا لي بس انتوا عايزين ايه، الحاجات اللي انتوا عايزينها باذن الله، ونتفق مع بعض، يا اما نعمل فيديو لايف او نتكلم، او نعمل حتى فيديو متسجل وتردوا ونسال بعض او نجاوب على بعض باذن الله. انا سعيد جدا ان الحمد لله اغلبكم كان مؤيد جدا لموضوع الفيديو، اغلبكم كان متحفز جدا ان هو يعرف الاكسبيرينس والسفر. اتمنى ان انتم تكونوا فعليا اخدتوا بعض النصايح او بعض المعلومات البسيطه اللي ممكن توسع لكم الذهن بتاعكم والمدارك بتاعتكم، ان انتم موضوع اليابان دوت فعليا انا اشجع الناس انها تروح اليابان، بلد متقدم، بلد متقدم متقدم ونظيفه جدا جدا جدا، ومن على اعلى مستوى، انضف من اوروبا كمان، بس انا قلت لكم على عيوب ومميزات، فممكن ترجعوا لها ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعملوا سبسكريبشن لليوتيوب شانل ان شاء الله. زي ما قلت لكم مراتي ان شاء الله هتبقى هي بتعمل الشانل بتاعتها للفاشون والحجاب ستايل والحاجات ديت والترافل باذن الله. نصايحكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم ان شاء الله مهمه جدا، وافكاركم كمان. شكرا جزيلا جدا، وعيد مبارك، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.